تلاقي المشاهدين خويا عزيز الله يحفظك. اذا مشاهدي قناه شفتك، مرحبا بكم في هذا البث المباشر بطوط مدينه الدار البيضاء. معنا عزيز الودادي، صراحه بغيت يتحدث عن الرؤيه ديالو الخاصه بالفريق الاحمر يعني في منذ بدايه ديال هذه السنه هذه، وايضا بغى يوجه رسائل للنادي الاحمر على المسؤولين من لاعبين مجموعه من الامور. خويا عزيز مرحبا بك معنا. بارك الله فيك خويا عزيز، تفضل نعطيك، شوف ميكرو مفتوح ليك خويا عزيز. بارك الله فيك. رؤيتك الخاصه بفريق الوداد. اول حاجه، عاش الوداد الرياضي، ولا شيء غير الوداد الرياضي سيد البطوله المغربيه ومفخرته، وغيبقى سيد البطوله المغربيه ومفخرته. علاش حنا درنا هذا اللايف؟ علاش خرجت الخرجه الاعلاميه؟ على قبل حب الوداد وعشق الوداد، وبانني ما تقبلش نشوف الوداد في هذا الوضع، لان الوداد بلاصه هو البوديوم ماشي المشاكل والتطاحنات الخاويه. يعني باش نكونوا متفقين، الوداد الرياضي ماشي في احسن ايامه، ماشي لانه ضعيف، كيف ما كنقولوا الخذلان مسيرين، خذلان الناس اللي كتفول بنجلون متخاذلين في العمل ديالهم تجاه الوداد الرياضي، في الواجب ديالهم تجاه الوداد الرياضي. الا ما كنتيش قادر تهضر على الوداد ودافع على الوداد، ما تدخلش لبنجلون. الا كنتي غتدخل تلبس التوني ديال الوداد وما غتقاتلش عليه، ما تدخلش لبنجلون، لان هاد الناس خاصهم يتعلموا كيفاش مكوار كان كيتقاتل من مانو الخاص على قبل الوداد، كتعرف قيمة الوداد والتشريف اللي تعطاه باش يكون رئيس نادي الوداد الرياضي، ما جاش من الفراغ، خاصكم تكونوا عارفينها. بالنسبة للجماهير، بارك علينا ما نبقاو نكلاشيو في بعضياتنا، ما نبقاوش نحاربوا مع بعضياتنا، وأعداء النادي كيحفروا لينا. أنا ما بغيناش نرجعوا لديك السنوات العجاب ديال المسيرين العشوائيين. الوداد خاصها تاخذ المنحة الاحترافية اللي مشات فيه، ان الوداد رجع لمكانته الحقيقيه، ما خصوش عاوتاني يرجع 20 خطوه للور. خصنا نبقاو ورا الفرقه ونبقاو مع الفرقه كجماهير، ونديروا الواجب ديالنا في الدفاع على النادي كيف ما كنقولوا بالصوره اللي كتليق ليه، ماشي اننا نتفرقوا ونتحزبوا بالنسبه لنا كجماهير. ولكن بالنسبه للي خدامين في بنجلو، الموظفين كتخلص من النادي، خلي داك العرق يكون ديال الوداد على قبل الوداد، ان الوداد هي اللي عطات التسميه، هي اللي خلاتنا نشوفوك كتهضر في ميكا، كيصادفوك في برنامج، الناس كتعرفك غير بالوداد. باش نقدروا خويا عايز نقولوا الوداد عطات الاشخاص اكثر من القيمه ديالهم. كيف ما كنقولوا، الحياه عطاتهم، ماشي الوداد، عطاتهم فرصه باش يكونوا كبار، ولكن هما ماشي قد المسؤولين. بالنسبه للاعبين، اللاعبين راه معروفين زمان، بقاو نذكروا الاسماء، راه دابا راه ولاو معروفين من اصغر ودادي لاكبر ودادي. تسولوا راه غيعطيك جريده ديال اللاعبين اللي ما غاديش يلعبوا، لان ما بغيتش نذكرهم لانهم ما يستاهلوش يتذكروا في تاريخ الوداد الرياضي، لانهم ما يستاهلوش يلبسوا ديال الوداد. خويا عزيز، الا دوينا على الوداد منذ بدايه الموسم، الرؤيه ديالك الخاصه. بدات بالخراب، راه غتكمل بالخراب باش يكونوا متفقين. بدات بالعشوائيه، تعطلتي باش تسيني مع مدرب، بس انت هذا المدرب كان تعطل، هادشي اللي عطلنا باش يكون الاستعداد للموسم ما كانش بالمستوى المطلوب، ما كان لا اعداد بدني لا تقني، حتى شي حاجه ما كانتش كتوحي بالاحترافيه، ما كانتش. يعني بطبيعه الحال دخلتي مباشره البطوله العربيه، درتيها هي معسكر مصغر، ما كانش معسكر، من تما بداو المشاكل. بدينا كنشوفوا بوادر ديال المشاكل، بدينا كنشوفوا التفريقه، وبدينا كنشوفوا لعابه ما كيف ما كنقولوا ما كيكونتروليش الكره، ولا حتى هو يقول لك انا راه درت لي عليا، ما درتيش لي عليا، فين شفنا هادشي لي عليا؟ بالنسبه للاعب البارح كيصرح كيقول لك تجيني ضربه جزاء نعاود نضربها بديك الطريقه بالاستخفاف، لا راه انت كتلعب في الوداد، راه الوداد لعبوا فيها لعابه كبار، باقي العدان كيقول لك انا الوداد خيرها عليا. اي واحد ودادي تسولو على موسى تقول لي موسى، يقول لك موسى لعاب كبير، ولكن يقول لك الوداد كبر مني. تسول فابرس يقول لك الوداد، تسول كوسو كيقطع ورقته، جون جاك كوسو كيقطع ورقته وكيجي يتفرج. حب الفريق. ما كيتمرقش، ما كيجيش يقول لك عطوني انفيتاسيون بغيت نجيب كيقدم البيعه، لا، كيجي يتفرج في الوداد، ودادي من ماله الخاص، حيت الوداد هي اللي عطاته ذاك المال. هي اللي خلاته ياخذ ذاك المال وتعرف. عرفوا قيمة الوداد، وجيو لعابة كيتخلصوا أكثر من مستواهم. وجيو بداو يضحكوا علينا، بداو يجروا في رجليهم. خويا الا قلنا لك خويا عزيز، قبل فوز البنزرتي وبعد فوز البنزرتي شنو تبغي؟ باقي السيبه تبدلوا بين المدربين، ما كاينش حتى شي حاجه. راه البنزرتي الا هضرنا على فكر كروي،
الذكر الكروي ديالو كبير، ولكن طريقته في التعامل بعيده، كل التعامل كل البعد على الاحتراف، ما غاتشوفش الاحتراف لانه هو مدرب مزاجي. متفقين؟ انا ماشي ضد الدوله، كان كنهضر بالواقع. مدرب مزاجي يقدر يخليك في العقبه ويزيد، بهذا المعنى، بهذا المعنى يخليك في العقبه ويزيد، لانه كيجي بريكولور ماشي اونترينور. صافي، راه الصلاحيه ديالو كاونترينور سالات، دابا ولا بريكولور كتجيبو حيت هو كيصادق على داكشي اللي كتفاهم معاه. لي صدقاتش راك انت مدرب كبير ونهزوك على كشاف، ما صدقاتش. شكرا للنادي، وكنحيي الجماهير ونتلاقاو، وكنتمنى الخير للنادي. هادشي اللي ولينا كنشوفو، هادشي اللي ما خدامش. واش هادشي في صالح مستقبل الوداد؟ كيفاش كتشوف مستقبل ديال الوداد؟ ما صالحش للوداد. مستقبل الوداد هو انتخاب رئيس في اسرع وقت ممكن، انتخاب رئيس في اسرع وقت ممكن، رئيس جديد باش نعرفوا شنو عندنا. ما بقاش يسير كل واحد بهواه، ما بقاش يسير الوداد في القهوه، ما بقاش يسير الوداد في واتساب. واش ولات العشوائيه خويا عادل؟ وملي كتلقى لعابه بحال هادو اللي لعبوا البارح، ولعابه باقي ما عرفوش بانهم كيلعبوا في الوداد، ولعاب اللي كيدخل في البنجلون ما كتعرفوش بقيمة النادي، اذا كاينه السيفه. الفرقه اللي ما عندهاش مدرسه، فين هما اللعابه ديال الامل؟ فين هما هاد اللعابه ديال الامل؟ فين واصل الامل؟ ما عرفنا، باقي ما عرفناش واش باقي عندنا الامل ولا لا. لعابه ديال الامل واش كنطلعوا لعابه من المدرسه؟ معقول؟ شحال ما شفنا شي لاعب ديال الامل؟ ما كاينش المدرسه، ما كاينش القاعده، راه القاعده كتبدا من المدرسه. هذا كتستثمر في لعابه اخرين كيطعموا الفريق، ولكن المستقبل ديال الفريق هي المدرسه. ما كايناش مدرسه، راه ما كاين والو. مدرسه شكون اللي كياخذها؟ السماسريين اللي كيدخلوا للبنجلو، كيدخلوا كياكلوا فيهم لعاب. حتى كتسمعوا في شي فرقه ولا في شي بلاد كتقول او امتى هذا داز في الوداد؟ طبيعي الحال كاين هادشي. كتقول امتى داز في الوداد؟ ما شفناهش. كيقول لك لاعب تدرج في الفئات السنيه في الوداد، وامتى داز؟ ما شفناش حنا في التلفازه كاع، ما عرفناش واش كاين. حتى كتلقى عنده 25 عام، راه الوداد بغات تشريه ب 300 مليون. انا راه ديالك. شقاش فرطوا فيه؟ حيت كاين السيبه، كاين كيدخلوا ناس اخرين هما مالي الوداد. حيت هادشي اللعاب اللي كيتشرى بالسيديات، واللعاب اللي كيجيبوا المناجر ديالو يكون هو صاحب اللعابه، راه غتلعب ما كنتيش صاحبه، راه ما غتلعبش. اسمح لي، الوداد ما ديال حتى شي واحد. اللي ما غايقدرش يدافع على الوداد بلا ما يجيب دين ثاقب، ولا يجي يحتفل في البوديوم، ما غدافعش على الوداد، رجع لهم. عزيز، الديربي البيضاوي قريب. شوف الديربي، باش كنا متفقين، الديربي ما بقاش عنده حلاوه بالنسبه للفريقين، لا بالنسبه لجوده اللاعبين بالنسبه للفريقين، لا بالنسبه للقيمه ديالو. ملي ولا كيتلعب برا كازا راه ما بقاش ديربي، ملي ولا كيتلعب ويكلو راه ما بقاش ديربي. ويكلو راه كان الديربي، راه كان عرس رياضي. الديربي كنا كنهضروا عليه شهرين قبل، وشهرين شهور. دابا شكون اللي كيهضر على الديربي؟ شكون باقي عارف شنو هو الديربي؟ كنتي كتسمع في الاول ديربي اش من جوله؟ علاش؟ شحال بقى عليه؟ شكون اللي كان كيلعب؟ ولاد الفرقه مع ولاد الفرقه. كيموتوا على التون. اكيد. كان كيبان لك الدم، كان كيبان لك الدم وسط التيران. كيلعب الموظف منين ولا السيلفيات وسط الديربي، والماتش وانت خاسر بثلاثه ولا خاسر بجوج، وكتعلم لكم هذيك ماشي روح رياضيه، هذيك انت شماتيت، هذاك خذناه، هذاك انت ما عرفتيش التون. حتى تكون بارد معاه في قهوه دبر راسك. حنا عارفين هادشي، اللعابه كانوا صحاب من الديبار، كانوا ديما ماشي، حنا ما كنقولوش تكونوا عداوة، ولكن تكون منافسة. منافسة الشريفة. أكيد تكون أنت منافس، بين بأنك أنت كانت عندك روح المنافسة. ماشي دخلتي بالكوستيم ودير فيها لعاب كبير وأنت ما عطيتيش حتى النص من داكشي اللي كتخلص به، ما عطيتيش كمستوى. راه اللعابة راهو اللي كياخذوا فلوس أكثر من النيفو ديالو. راه كانوا لعابة كانوا كيعرقوا التون، ما كانش عندهم هذه الفرصة في الحياة. باش تضحكوا علينا، حنا مش حاسينكم، الله يسهل عليكم. تخلص مليار في السيمانة ماشي في الشهر ولا في العام، ولكن عرقتوني. حنا ما كنتحاسبوش معاك على حياتك الشخصية، ولكن أنت غنتحاسب معاك، منين هذا الشيء كينعكس سلبا على الأداء ديالك في الملعب. ما كتعرقش التوني، ما كتعطيش داك الشيء اللي كنتسناو منك كجماهير، لأنك أنت كنت كتلعب بالتوني ديال الوداد. حتى تكون شي فرقة أخرى ودير اللي بغيتي. ما حدك في الوداد احترم النادي، لانه نادي كبير ومرجعيه، وحتى المسيرين سيروا تعلموا قراوا شنو كان كيدير مكوار. عاد هضروا قولوا كنبغيو الفرقه، ما كتهضروش على الفرقه، ما كتدافعوش عليها، ما تدخلش البنجلون. رسالتك الاخيره خويا عز، عاش الوداد الرياضي. هادشي اللي هي الرساله، والجماهير تبقى كيف ما كنقولوا، تبقى صف واحد وصوت واحد ويد واحده باش يبقى النادي في الصوره ديالو، لان راس مال النادي هو الجماهير ديالو. اخر كلمه العائله، اللاعبين،
شوف اللاعبين كونوا رجال، كونوا رجال، اللي ما قدرش يلعب يدير براسو توعات وما يتكونفوكاش. كيف ما كنشوفوا الجماهير خويا عزيز ديروا اللي عليكم والباقي علينا. شوف هذيك ديما، شوف الجماهير ما عمر كتوجه لها رساله، لان هي اللي ما عمر تلقى قدامها سابق. المشجع ما كتلقاش قدامه كلمه سابق، تلقى قدام اللاعب، قدام المسير، قدام المدرب. ملي كتكتب مدرب سابق، لاعب سابق، ولكن ما عمرك كتلقى مشجع سابق. هو القيمه الثابته اللي ما كتبدلش. سابق الا كتلقى الله يرحمه، كتلقى السابق. شكرا لك خويا عزيز. المشاهدين الكرام كما تبعتوا معنا، كان معنا عزيز الودادي، رسائل جد واضحه واكثر من الوضوح. كيف ما كيقول لك ديما وديما على اللسان ديالو، عاش نادي الوداد الرياضي. سيد البطوله المغربيه ومفخرتها، وغيبقى سيد البطوله المغربيه ومفخرتها. وفي اقرب وقت خاصنا رئيس منتدب باش نسيروا الامور باحترافيه، ويكون استثمار حقيقي، ما يكونش تحت الطابله، يكون استثمار حقيقي باش الموارد ديال النادي يستافد منها. علاش كنشوفوا الاهلي ديما واقف ماديا؟ حيت كاين واحد القاعده صحيحه على مستوى التسيير، اولاد النادي هما اللي كيسيروه، ولاد النادي اللي كيتسناو يعطيو للنادي ماشي ياخذوا من النادي، وكيديروا عداوات ضد النادي الا ما استافدوش منه. تبارك الله عليك خويا عزيز. المشاهدين الكرام غادي نودعكم على امان، نتلاقى معكم في بث مباشر اخر ان شاء الله. الى اللقاء.